موضوعين في عددي اليوم. كلكم يقود السيارة وكلكم يبحث عن حماية الرخصة التي تسمح له بالقيادة، لكن هذه الرخصة صارت مهددة بالسحب الفوري، ومراحل عودة هذه الرخصة إليك تتجه إلى الدائرة الإدارية من أجل المرور عبر اللجنة المؤقتة لسحب رخص السياقة. سنتابع في هذا الروبورتاج مراحل سحب رخصات السياقة والعودة إن أمكن، إن لم تكن العقوبة طويلة. نتابع هذا الروبورتاج ونعود إليكم. حوالي 12 حالة وفاة يومياً، أكثر من 1000 ضحية سنوياً، حصيلة مؤسفة لحوادث المرور في الجزائر. قانون مرور جديد للحد من الظاهرة، غير أنه أصبح هاجزاً للسائقين الذين لم يترددوا في التعبير عن تذمرهم من قوة عقوبات هذا القانون، والذي فشل في التقليل من حوادث المرور. إنسان كيتنحيو له باش خدو ما يزيدش يعاود. من الإشكال في ملي درنا لي روتريت بيرمي إلى يومنا هذا، الحوادث المرور ما نقصت والو، ريزون بلوس راهي تزيد. حنا حضرنا على هذا الموضوع، انا قلنا حنايا بار برينسيب الجزائري وليت نحيلو البيرمي وتخبيه له 3 شهور، كاين اللي ما يحتاجوش، كاين اللي عنده دوبل بيرمي، خاطر ما عندناش في شي ناسيونال، الدوائر هما اللي مدوا لي بيرمي. كاين ناس حبسوهم في شركه على جال بيرمي 3 مواسيمو ونحي يروح، فهمني بروسي معليه يسغلي في البروسي حتى يمون يحصلها الواحد. يجب إيجاد قوانين أكثر فعالية، خاصة وأن هنالك علاقة تكاملية ما بين رجال الأمن وأيضا حتى السائقين، وأيضا حالة أيضا الطرقات، حالة المركبات. إنشاء لجنة سحب رخص السياقة على مستوى كل دائرة إدارية بالعاصمة. هذه اللجان تجتمع مرتين في الشهر على الأقل بشكل إجباري ومن دون انقطاع بقوة القانون. اللجنة هذه لما الملفات تأتي من طرف المصالح المعنية، من طرف الشرطة والدرك اللي هم مأهلين باش يسحبوا رخص السياقة لما يعينوا المخالفات، تتحول الملفات هذه للدائرة الإدارية، تتسجل على مستوى الدائرة الإدارية، وبالتالي يكون فيه استدعاء البرمجة المواطن، هذا يبعثوا له فيه يرسل استدعاء، يتقرب للجنة اليوم المحدد له، يعني التاريخ اللي يتحدد فيه النظر في القضية تاع اللجنة. لما يحضر اللجنة فيها الأعضاء تنظر المخالفة اللي ارتكبها هذا السائق هذا. قناة كي بي سي انتقلت إلى مقر دائرة حسين داي، حيث تنشر قوائم لعدد كبير من حالات سحب رخص السياقة التي يتم معالجتها بعد استقبالها من قبل مصالح الأمن، والتي حاولنا الاتصال بها من أجل التعاون معنا في إتمام هذا الروبورتاج، ولكن للأسف لم نتلقى أي رد. الدائرة تخصص فضاءً منفصلاً عنها، فبهذا المركز الثقافي يجتمع أعضاء لجنة سحب رخص السياقة لمراجعة المخالفات وإعادة تكييفها. اللجنة هذه لما الملفات تأتي من طرف المصالح المعنية، من طرف الشرطة والدرك اللي هم مأهلين باش يسحبوا رخص السياقة لما يعينوا المخالفات، تتحول الملفات هذه للدائرة الإدارية، تتسجل على مستوى الدائرة الإدارية، وبالتالي يكون فيه استدعاء البرمجة المواطن، هذا يبعثوا له فيه يرسل استدعاء، يتقرب للجنة اليوم المحدد له، يعني التاريخ اللي يتحدد فيه النظر في القضية تاع اللجنة. لما يحضر اللجنة فيها الأعضاء تنظر المخالفة اللي ارتكبها هذا السائق هذا. لو سونتير دي هذايا لما الانسان يوجه ويدخل غير بنص متر راهو دخل في الاتجاه المعاكس، دونك عندك مخالفه، دونك انت اسمها مادام اسمها في الحي تاعك، دونك حسب رايك انت في الحي تاعك ما لازمش تطبقوا على قانون المرور. هيا الاخ محمد، اش حد تقترح؟ نقترح انا هذه مخالفه من هي من 3 شهور لا 6 شهور، هذه مخالفه حاولنا مشاركة اللجنة كواليس اجتماعها لمعرفة خبايا سن العقوبات. هذا كان متعمد،
تلقى ممكن تلقى الدرك الوطني الشغل العمومية ست شهور. السرعة المفرطة واستعمال الهاتف النقال أهم ما لاحظناه من مخالفات يرتكبها السائقون والتي تتسبب في سحب الرخص. نجد السرعة المفرطة هي الأولى، تجي بعدها الاستعمال يدوي الهاتف النقال، من بينها ومن بعد تجي إشارة قف إلى آخره. هذو هما الأسباب الرئيسية اللي راهي تجينا بكثرة عندنا هنا من المخالفين. الكثير من الناس يتساءلون عن هذه اللجان والدور الذي تلعبه في تحديد مدة عقوبة سحب الرخصة، وإذا كانت تعطي وقتا كافيا للمعني بالأمر لسماعه وتقديم تبريراته بسبب ضيق الوقت وكثرة الملفات المقدمة. رتمونا خطين نورمالمون ما يديروا الناس تروما روتري قال بروسي مليون معليش البنادم حتى وين يحسك فهمني خلص مليون يحصلها ما جيتي دير غلطات هذه واش نادي تاع 90 يوم ولا ما تعجبش هذه تاع 90 يوم يدير لك بلاكه مخبيه بمشجر تقولش يدير لك دي بي اس يدير لك كاميرا يدير لك رادار مين ما يبانش يخبيه لك في الطريق اللي واسع يدير لك باراج سوايع وانت تستنى بعد يقول لك واش تجري ما كاش كاع لي ليميت تاع لي رادار مين يديروا لي رادار. تبريرات غير منطقية كما يراها المشرفون عن اللجنة للعديد من السائقين الآملين في استعادة رخصهم المسحوبة. مخالف هذا يمتثل هنايا والله تشوفوا كيفاش يكون يعني يتسول قال أنا هذه الخبزة تاع أولادي وأنا ما نزيدش نعاود وأنا وإنما احنا نشوفوا باللي ماهوش القضية في القانون، القضية في التهور في التربية تاع الأخلاق المرورية. احنا ماناش متخلقين من ناحية الثقافة المرورية مازلنا بعاد كل البعد. القانون الأخير الذي جاء كحل للحد من إرهاب الطرقات لم يأتي بثماره بحسب ما أكده لنا رئيس فيدرالية أصحاب مدارس السياقة لأسباب عدة. القانون واضح يعرفون من مي ريسبكتيواش منهم من لي روتريت بيرمي هذا على بالو ينحيولو البيرمي بكل تليفون ولا بن عمي ولا بن خالي رانا قاع جزائري نعرفو واش كاين داخل الميدان وما نغطيوش السمش بالخربال. وزارة الداخلية وعلى لسان مسؤولها الأول كانت قد كشفت عن فتح ورشة لاتخاذ التدابير لتعديل قانون المرور الحالي من أجل الحد من حوادث المرور التي هي في تزايد مستمر. حوادث المرور فعلى مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبالتنسيق مع مصالح الأمن ووزارات أخرى معنية مثل وزارة النقل ووزارة الأشغال العمومية فنحن نعمل إن شاء الله على أن نعيد النظر بصرامة في هذه القوانين اللي هي موجودة لحد اليوم. هناك من يرى أن المشكلة ليس في سحب الرخص أو الرخص بالتنقيط، إنما هو مشكل في التربية المرورية التي يجب أن تقدم كدروس في مؤسساتنا التربوية، إضافة إلى الحرص على تطبيق العقوبات الحالية بصرامة. القوانين لا تكفي وحدها، يجب أن تكون هنالك توعية للسائقين للمواطنين، يعني لما لا تكون هنالك مثلا مواد تدرس في يعني في المدارس على مستوى الجامعات، وبالتالي كما قلت سابقا أن هنالك علاقة تكاملية بين كل يعني الأفراد أو بين كل هذه العناصر. هذا القانون اللي عندنا ما بين يدينا نطبقوه قبل ما نتكلم على قانون واحد آخر، الأحسن هو نطبق القانون هذا بكل صرامة، وهذه أولوية. ممكن يكون عندنا هاني دا برمي أبوان حيكون منا قبل رأس العام، وإذا فيه تعديلات ممكن تكون في تعديلات، بصح الأول شيء لازم نطبق القانون هذا اللي عندنا ما بين يدينا. طريقة التطبيق الحالية قد توصل السائق أحيانا إلى حد الفصل عن العمل، ما يدفع الكثيرين إلى محاولة التحايل باستخراج رخص بديلة في ظل غياب سجل وطني. كاين الناس عندهم دي روتريت برمي ثلاث شهور يروح يجبد دوزيام بيرمي على سيلي دايرة ماشي انفورماتيزي رياني تنفورماتيزي ندير ديكلاراسيون بيرت طبحل لي البيرمي هنا ينقول أنا في حوش المخفي طلعت البوستال نخلص طبحل لي البيرمي ندير ديكلاراسيون عندي فوتوكوت بيرمي نعطي لهم ندير دوسينا يعودوا لي البيرمي من اللي ولاني وجاء انفيشي ناسيونال كلش مونوجيستري البيرمي اللي ولاني اوتوماتيكمو يتبارى يتنحى
غدوة يحكموا به يعرفوا بلي هذا سيتنفو بيرمي. انعدام التوعية المطلوبة إضافة إلى عدم اطلاع مستعمل الطريق على ما يتضمنه قانون المرور، كلها عوامل ساهمت في كثرة حوادث المرور التي عجز إجراء سحب رخص السياقة عن توقيفها أو الحد منها، ليبقى البحث عن حل أنجع البديل المنتظر. إذن لا تنسوا، حافظوا على رخصة السياقة باحترام قانون المرور. معد الروبورتاج هارون خميسي يلتحق بنا. أهلا بك هارون. أهلا زميلي زبير. مرحبا بك في العدد الأول للموسم الثاني لبرنامج عن قرب. أهلا وسهلا. أعددت روبورتاجا حول سحب رخصة السياقة وكل المراحل التي تتبع ذلك وصولا إلى إصدار العقوبة أو إعادة رخصة السياقة. هل الجزائري اليوم واعي بحجم الخطر الذي يتهدد رخصة سياقته؟ ما لاحظناه أنه كثير من الجزائريين أو كثير من السائقين لا يعرفون ولا يعون قانون المرور. يعني هذا ما لاحظناه أن المخالفات كثيرة وعدد سحب رخصة السياقة عدد مهول جدا. يعني عندما تروح للدائرة تعالج في جلسة اجتماع واحدة حوالي 200 رخصة أو 200. هي كل خميس على ما أعتقد. كل خميس من الساعة الواحدة إلى الساعة الخامسة بمقر منفصل على الدائرة. هناك الساعة الواحدة بعد ظهر حتى الخامسة. يعني مقر الدائرة اللي رحنا نحن زرناه وكان يعني الكبيسية الأولى التي تحضر داخل كواليس اجتماع اللجنة وما تقره من قوانين وكيف تتم معاقبة المخالفين. اللجنة اليوم تصر على منح على تطبيق القانون لكنها تمنح عقوبات متفاوتة من 3 أشهر إلى 6 أشهر إلى سنة. كيف يرى المواطن ربما؟ هل يرى هذا حلا لضرورة احترام القانون أم أنه يبحث عن حل آخر؟ ونحن نعلم عن الحديث عن نقطة السياقة بالنقاط التي لم تجسد إلى اليوم. هو ما لاحظنا استياء وتذمر كثير للسائقين. يعني الكثير منهم يقول أنه هناك من فصل من عمله بسبب رخصة السياقة. عندما تسحب 3 أشهر أو 6 أشهر يعني يحرم من عمله. يعني الكثير يرى أنه هذا لم يعد حل، خاصة مع تزايد حوادث المرور في الجزائر. تعرف أنه معدل حوالي 12 قتيل في اليوم، يعني شيء مؤسف جدا. يرون أنه بالتنقيط ممكن أو بمخالفات مالية قد تؤثر أحيانا على السائق أو يحترم الدليل، خاصة وأنه الرد عنا مرتبط بالزمان والمكان. عندما مثلا نعطيك مثال، سائق بحاجز أمني لا يستعمل الهاتف، يفوت الحاجز الأمني يستعمل الهاتف النقال. هل اليوم رخصة السياقة بالنقاط أو بالتنقيط صارت ضرورة ويجب تفعيلها؟ والله هو ما وقفناه، خاصة عندما عملنا لقاء مع رئيس فيدرالية مدارس السياقة أكد كثير أنه الرخصة السياقة بالتنقيط سيكون لها دور كبير، يعني حوالي 700 من تخفيض حوادث المرور. وكذلك أكد على شيء هو مراكز الامتحانات. الجزائر يعني لا يوجد مراكز الامتحانات، نشاهد في دول أوروبية أو حتى في دول عربية هناك مراكز بالإعلام الآلي. يعني عندك عدد محدد من الأسئلة تجيب عليه تفوت تحصل على الرخصة السياقة، عندما لا تجيب لا تحصل رخصة السياقة. ربما هذا يطرح مسألة غياب التكوين في السياقة واحترام القوانين المرور، ما يطرح مسائل كثيرا خصوصا لمن يحوزون على رخصة السياقة لأول مرة. هو الشيء ذاته، يعني عندما لاحظنا أنه الكثير يقول أن هذه الطريقة الموجودة باللجان أو بطريق يعني حتى تفتح المجال أمام الواسطة وأمام يعني اللي عنده كما يقولون احنا بالجزائرية معرفة يقدر يدي الجواز، اللي ما عنده رخصة السياقة، اللي ما عندوش معرفة يعني هو اللي يتطفر فيه واللي يبقى هكاك. هارون خميسي، حافظ على رخصة سياقتك أنت أيضا حتى لا تخوض تجربة مريرة مع اللجنة المؤقتة لسحب رخص السياقة. شكرا زميلي زبير. نلتقي في عدد قادمة. نهاية الجزء الأول من برنامجكم عن قرب، نعود إليكم في الجزء الثاني والأخير لكن بعد هذا الفاصل.